السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. مكملين شرح نظام سكوليرا برعاية مدرسة سمارت الفيوم. اتكلمنا في الحلقة الماضية عن المعلم، واتكلمنا عن أنه لما يدخل المعلم على الصفحة الرئيسية بيلاقي المقررات بتاعته، ولو دخل جوه أي مقرر بيلاقي مين كمان بيدرس معاه المقرر، وبيلاقي الفصول بتاعته اللي هو بيدرس لها. واتكلمنا عن المحتوى، واتكلمنا عن الواجبات. فمن فضلك هنتكلم النهاردة عن الاختبارات الإلكترونية، ولكن يجب ان انت تكون شفت الحلقات الماضية وفهمتها كويس وتكون متقن ليها علشان نقدر نكمل مع بعض. الاختبارات الإلكترونية اول ما بندخل فيها، اول حاجة فوق بنقدر نشوف الموضوعات، واتكلمنا عن الموضوعات سابقا، واتكلمنا ان الموضوعات ليها علاقة بشكل مباشر بالمشرف التربوي او رئيس القسم. وهنا قلنا اول حاجة ان انا علشان اعرض الموضوعات بتاعتي، علشان اعرض الاختبارات بتاعتي، بختار مننا الموضوع عام يبقى خاص بكل المنهج بصفة عامة. المبتدأ والخبر دي الموضوعات اللي نزلت لي من خلال المشرف التربوي. لو جينا كده على المشرف التربوي وشفنا اي مقرر زي اللغة العربية، ودخلنا على الكورس بلانر، كنا بنشوف ان دي الموضوعات اللي كان حاططها المشرف التربوي. ولو انت كمعلم هتحط موضوع عام بكل الموضوعات ولا يتعلق بموضوع رئيسي او موضوعات فرعية، فانت بتختار عام. بعد عام في بقى الموضوعات اللي هي كانت موجودة والمشرف التربوي حطها لك. فلو اخترت اي موضوع وكان ليه اختبارات، بتنزل قدامك الاختبارات بشكل مباشر زي كده. لو اخترت اي موضوع بتنزل قدامك الاختبارات. طيب في عام بنلاقي ان احنا عندنا اختبارين. الاختبار الاول ده تاريخ النشر بتاعه، وده تاريخ التسليم بتاعه والفصول المكلف بيها. وعلى فكرة انت كمعلم وانت موجود ممكن لو عندك اختبارات كتيرة جدا تعرض الاختبارات المتاحة. المتاحة يعني ايه؟ يعني اللي ينفع ان الطالب يحلها، انما اللي هو اغلق زي كده يعني خلاص الطالب الموعد عدى والطالب ما ينفعش يحل هذا الاختبار. الاختبار موعد التسليم بتاعه خلص. لو ما اخترتش حاجة وعملت ريفريش كده بيبقى قدامك كل الاختبارات بصفة عامة. يبقى ممكن تعرض الاختبارات المتاحة بس زي ده اللي بالاخضر، اما الاختبار اللي بالاحمر فده بيقولك ان الاختبار تم اغلاقه. ولو انت كمعلم كنت شغال في اختبار ولسه مخلص، فبتحفظه كمسودة علشان تيجي بكرة او بعده تكمل الشغل بتاعك. طيب يلا كده مع بعض. الاول عرفنا شفنا الاول ازاي اشوف الاختبارات الموجودة بالفعل، ويلا كده مع بعض نعمل انشاء اختبار الكتروني جديد. خلي بالك ان انا موجود جوا مقرر وبختار انشاء اختبار الكتروني جديد وانا داخل هذا المقرر. يبقى الاختبار ده لمين؟ للمقرر الحالي، والمقرر باين هنا واسمه مكتوب فوق هنا. يلا نعمل اختبار الكتروني جديد. ولو انت ملاحظ ان الشكل ده بالظبط شفناه في الواجبات، بس الواجبات كان 3 خطوات بس، هنا الاختبارات بتكون 4 مراحل. معلوماتك الاساسيه الاول، ومعلومات المنهج رقم 2، وانشاء الاسئله رقم 3، والمراجعه والتسليم. انا دلوقتي مين اللي بيعمل الاختبار ده؟ اللي بيعمله هذا المعلم، والمعلم ده بيعمل الاختبار في المقرر بتاعه. اول حاجة هنا بنختار اسم للاختبار، فنقول له مثلا اختبار على مثلا الجملة الاسمية، اي موضوع يعجبك مثلا، او اختبار على المنهج ككل. يعني دي الاسماء دي افتراضية، سمي الاسم اللي حضرتك شايفه مناسب. رقم 2، انت عايز تنشر الاختبار ده دلوقتي ولا في المستقبل؟ ما انا ممكن اعمل الاختبار النهاردة وانشره مثلا، اجي من هنا كده على المفكرة واقول له لا انا عايز انشره والله في شهر مثلا 9، يعني انا في 2021 هعمله مثلا في شهر مثلا نوفمبر، واختار مثلا اليوم يوم 16 نوفمبر، واضغط هنا على الساعة، اختار الساعة اللي حضرتك شايفها مناسبة، وصباحا ولا مساء زي ما انت حابب. يبقى هنا بتختار التاريخ النشر. لو انا عايز انشره في هذه اللحظة يبقى اقول له الان ومش هختار تاريخ. طيب متى يسلمه الطلاب؟ خلي بالك هنا ان تاريخ التسليم لازم يكون بعد تاريخ النشر. يعني اذا كان هذا الاختبار هيكون موجود في 16/11 نشره، ما ينفعش يسلم في 17/7. يبقى اختار هنا اكيد تاريخ بعد يوم ايه؟ بعد يوم 17/11، بعد يوم 16/11. وليكن مثلا اختار ان الطلبة ممكن تسلمه يوم 17/11/2021، واختار من هنا الساعة برضو اللي انا شايف ان هي تكون مناسبة. ده يعني تاريخ اخر موعد للتسليم بالنسبة للاختبار. بمجرد ما اخترت التاريخ بشكل صحيح، الرسالة اللي باللون الاحمر هنا مشيت، يبقى انت كده شغال صح.
طيب بفرض ان انا اخترت كده مثلا على طول، هو بيعترض عليك النظام وبيقول لك يجب ان يكون ميعاد البدء اللي هو بتاع البدء ده سابق لميعاد الانتهاء، ازاي هتسلم الاختبار هو لسه اصلا ما اتنشرش للطلاب بتوعك؟ يبقى كده اخترنا موعد تاريخ نشر الاختبار وتاريخ تسليم الاختبار. هنا لو كنا فاكرين لما دخلنا للمقرر كان عندنا فصل A وفصل B، لو اخترت كل الفصول بالشكل ده كده بيظهروا لي هنا، لو اخترت الغاية التحديد مفيش ولا فصل، وممكن ان انا اختار فصل A بس او اختار فصل B او اختار فصل A و B. يبقى هنا برضو اخترنا الفصول اللي هيتم نشر الاختبار ده ليهم. بعد كده على طول بيقول لك انت عايز الاختبار ده اللي اسف بعد كده الاختبار ده بيتبع الترم الاول ولا التاني والتالت، اللي هي الفصول الدراسيه، وده بيرجع لفلسفه وسياسه المدرسه. طبعا احنا عندنا ترم اول بس وترم تاني، ولو الترم ده فيه فصل طبعا ايه فرعي بنختاره. الفئات، الاختبار ده بيبقى تبع المشروع ولا الواجب ولا الاختبار القصير، وخلي بالك ان مدير النظام بيبقى قايل لك كمعلم كل واحد من دول عليه كام درجة، فانت بتختار عايز الامتحان ده يكون تجريبي يبقى بره المجموع، عايزه يكون امتحان وعليه درجات، بتختار اللي انت عايزه. العدد الاقصى لعدد المحاولات، الطالب يا ترى يقدر يحاول يحل الاختبار اللي انا بعمله ده هو كام مرة؟ طبعا بقول لك الحد الاقصى هنا كام؟ 6 مرات، ما ينفعش تحط اكتر من 7، ممكن تخليه لو الامتحان يمتحنه الطالب مرة واحدة فقط زي اخر العام او نصف العام، يبقى تقوله الامتحان بيحل مرة واحدة فقط. 6 مرات انا ممكن اخليه يجاوب الامتحان ده ويجرب عليه ويحله الطالب ويتدرب عليه 6 مرات، بعد ما يخلص يعرف درجته يحله مرة تانية. طيب انا هحسب كنظام الدرجات بناء على ايه؟ اعلى درجة حصل عليها الطالب في كل 6 مرات، ولا اخر واحد هو حله، ولا اخد المتوسط بتاع 6، ولا اخد الامتحان اللي كان اللي هو طبعا الاوسط عكس اخر درجة. فلو انت عايز تختار اعلى درجة في 6 اختار له هنا ايه؟ اعلى درجة في 6 اختبارات اللي الطالب هيحلهم. اذا كانت كل الخطوات دي صحيحة ومفيش مشكلة هتقول له الخطوة التالية. طيب انا نسيت هنا اهو كات ونسيت احط اسم للاختبار وقلت له ايه الخطوة التالية، مرضيش يشتغل. ليه؟ لانه هيقف ويجيب لك لون احمر ويقول لك ان هذا البيان ماله مطلوب، كل البيانات تم ادخالها في المعلومات الاساسية بشكل سليم، قل له الخطوة التالية وابدأ بقى على طول في معلومات عن المنهج. المنهج هنا اول حاجة بتختارها الموضوع جنرال، يبقى المنهج كله بشكل عام، ودي الموضوعات اللي كان المشرف التربوي حاططها لك، فانت اختار الموضوع اللي انت عايزه. يعني الاختبار ده بيقع تحت موضوع رئيسي وليه موضوعات فرعية ولا جنرال في كل المنهج بصفة عامة، اختار اللي انت عايزه. وخلي بالك ان انا اخترت هنا جنرال بيظهر لي لما اجي اعرض الاختبارات تحت قسم العام. طبعا لو انت اخترت مثلا زي الجملة الفعلية وكان تحتها موضوعات فرعية زي دول كده لتعريف الجملة الفعلية والفعل والفعل، اختار برضو الموضوع الفرعي، ولو في دروس بتظهر لك هنا زي كده. طيب لو انت اخترت جنرال اهو او عام، فمفيش موضوع فرعي ولا في دروس، فكله بيكون جنرال جنرال جنرال. طيب لو انا اخترت موضوع رئيسي اللي هو كان حطولي برضو الموجه، وهذا الموضوع كان تحتيه درس وليه اهداف تعليميه، الاهداف التعليميه مالها بتظهر لي هنا بالشكل ده، فممكن اختار الاهداف التعليميه اللي بيقيسها هذا الاختبار. طب لو كان جنرال وبالتالي مفيش اهداف كده، نو ايتم فاوند يعني مفيش ايه، نو ايتمز فاوند يعني مفيش اصلا اهداف لهذا الدرس. موضوعه والاهداف زي ما اتكلمنا زمان بيحطها المشرف التربوي اثناء تخطيط المنهج. بعد كده خلاص خلصنا الجزء اللي هو المعلومات عن المنهج، وده مرتبط بشكل اساسي بالمشرف التربوي وبالحاجات اللي هو بينزلها لك، فبتقول له طبعا ايه الخطوه التاليه. بنتنقل للخطوه الثالثه وهي اهم خطوه في انشاء الاختبار، اللي هي بتكون خاصه بالاسئله. انا كده في السؤال ايه الاول، يبقى انت كده عايز تنشئ السؤال الاول. طيب عايز نوع السؤال ايه؟ فينا صواب وخطا، اختر الصواب، توصيل، اختيار متعدد، رتب، وسؤال مقالي. يبقى كده بيتيح لك النظام 6 انواع من الاسئله، معظمهم بيتصحح بشكل كمبيوترايزد بشكل كمبيوتري بشكل كامل، ما عدا السؤال المقالي بيرجع للمعلم بتاع حضرتك هو اللي بيجاوبه وبيرد عليك فيه. طيب انا لو اخترت مثلا، يلا بقى نجرب مع بعض كده من الاول، صواب وخطا. طيب عايز درجة صعوبة السؤال ده انت بتحدده كمعلم وكخبير تربوي، سؤال الصواب والخطأ اللي هو السؤال الاول عايزه سهل ولا متوسط ولا صعب، انت اللي بتحدد مستوى صعوبة الايه السؤال. فاقول مثلا ان السؤال ده كان متوسط، وبعد كده ببدأ اكتب السؤال هنا بما يناسب الاختبار بتاعي. كتبت السؤال
زي ما اتكلمنا قبل كده تقدر برضو تجيبه في الوسط وتكبر الخط بتاعه وتختار نوع الخط، وتقدر تضيف صورة وتضيف كل الكلام ده اتكلمنا عنه سابقا. بعد كده انت كده السؤال ونوعه ودرجة الصعوبة، بنبدأ بعد ما كتبنا السؤال لو انت عايز تحط صورة مع السؤال، بفرض مثلا كنت مدرس دراسات فتحط خريطة، او في العلوم عايز تحط صورة معينة حط الصورة اللي حضرتك عايزها، وبعد كده اختار الاجابة بتاع السؤال دي صواب ولا خطأ، علشان الكمبيوتر لما يجي صحح لو انت قلت صواب والطالب اختار صحيح يبقى يحسب له السؤال صح، لو قلت خاطئ وهو جاوب خاطئ هيحسب له صح. طب لو انت اخترت صحيح والطالب جاوب خاطئ، يعني اختار ايه الاجابة الصح بتاع السؤال. فبفترض ان السؤال ده اجابته كانت صحيحة، بعد كده بختار الاهداف السلوكية اللي بيقيسها هذا السؤال، هل هي اهداف معرفية ولا تحليل ولا فهم ولا تركيب ولا تطبيق ولا تقييم، انا شايف انها بينتمي للمعرفة. وشوف السؤال ده عندك بكام درجة، انا هخلي السؤال ده بدرجة واحدة فقط، وبكده بكون خلصت اول سؤال بالنسبة لي وهو نوع من الصواب والخطأ. بمجرد ما تدوس اضف سؤالا جديدا اتنقلت للسؤال رقم 2، ولو عايز تعدل في السؤال رقم 1 اضغط على سؤال 1 فبيرجع لك للسؤال وبيكون اتحفظ عندك بشكل مباشر. طيب انا عايز اروح للسؤال رقم 2، خلاص ما فيش مشكلة اتنين للسؤال رقم 2 بانك تختار سؤال 2، عايز سؤال 3 هتضيف اضف سؤالا جديدا ويبقى عندك السؤال رقم 2 اتحفظ. طيب انا لسه اصلا ما خلصتش 2، يلا نرجع مع بعض الاثنين ونختار المرة دي نوع السؤال، مثلا اختر الصواب، وبعد كده اقول ان السؤال هنا كان سهل، وبرضو احط اي محتوى للسؤال احط المحتوى المناسب، وانا خليته معلش سؤال في الكمبيوتر، وبرضو ممكن ارفع صورة، يعني انا عايز اقول له من وحدات ادخال الكمبيوتر وعايز احط صورة تحت هذا السؤال، فهقول له رفع الصورة كده واختار اي صورة مثلا انا مجهزها عندي اهو للماوس علشان تنزل مع السؤال، وبعد كده اقول ايه الاجابة الصحيحة، يا ترى يا 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4، يبقى انت حط بقى ايه الاجابة اللي الطالب هيختارها بالنسبة لك. فممكن اكتب لده مثلا ماوس مثلا اهو، فانا كتبت للسؤال ده 3 اجابات اللي هو الماوس، 2 الكيبورد، 3 اللي هو الايه السماعة. وعلى فكرة لو عايز تحط اجابات تانية حط. طيب هي الاجابة الصحيحة هنا ايه في دول ايه، انت حضرتك بتحدد لو الاجابة الصحيحة 1 اختار اجابة صحيحة، لو 2 اختار ان 2 هي الاجابة الصحيحة، لو 3 اختار ان 3 هي الاجابة الصحيحة. فانا الاجابة الصحيحة بتاعتي كانت رقم 1، يبقى اقول للنظام ان رقم 1 ده هي الاجابة الصحيحة. طيب 3 دي انا مش عايزها ممكن احذفها، ولو عايز اضيف مرة تانية ممكن اضيف. يبقى انا كتبت السؤال حطيت صورة اهو، وبعد كده اخترت الاجابات الصحيحة، 1 كتبت اللي انا عايزه، 2 عايز اضيف تاني اضيف تاني، واقول برضو ان السؤال ده بيقيس ايه نوع الاهداف السلوكية اللي بيقيسها، فاختار مثلا الفهم، واختار مثلا ان السؤال ده ما كانش بدرجة واحدة كان بدرجتين. خلاص كملت السؤال رقم 2، ممكن ادخل على السؤال رقم 3، يبقى عرفنا الصواب والخطأ وجربنا نموذج عليها، اخترنا اختر الصواب، بعد كده التوصيل، وفي التوصيل طبعا بتكتب برضو السؤال بتاعك، وبعد كده ممكن تحط صورة وبتختار ايه اللي يوصله بايه، وممكن برضو تضيف خيار اخر. ففرض ان انا كنت اضيف 3 اختيارات، وبفرض مثلا ان انا الف سؤال دلوقتي ونرجع مرة تانية، فكتبت هنا سؤال كمعلم قلت له اختر لكل دولة العاصمة المناسبة لها، وطبعا مصر العاصمة بتاعتها القاهرة، والسعودية العاصمة بتاعتها الرياض، وبعد كده الامارات العاصمة بتاعتها ابو ظبي. طبعا لما السوفت لما السؤال ينزل للطالب هيبقى الاسئلة جاية مش مترتبة، وهو يختار يوصل من هنا اللي يناسبه من الجانب الاخر، وده هنشوفه بعد ما نخلص انواع الاسئلة. اي سؤال من دول ما انتش عايزه تختار علامة الغلط علشان تحذفه، عايز تضيف خيار اخر ممكن تضيف، وبرضو هنا اختار الاسئلة الاهداف السلوكية اللي بيسأل هذا السؤال، واختار له مثلا القيمة بتاعته كان ده مثلا بثلاث نقاط، وبعد كده يلا نضيف سؤال جديد. يبقى كده لو جينا على السؤال الاول كان صواب وخطأ وجربناه خلاص اهو، وبعد كده السؤال التاني جربنا اختر الصواب ان انا بكتب السؤال واختار له اجابات صحيحة ويختار واحدة منهم بس، وبعد كده عندنا السؤال رقم 3 كان توصيل، والسؤال رقم 4 يلا نجرب النوع الرابع اللي هو اختيار من متعدد. وفي الاختيار من متعدد هو شوية يعني قريب جدا بشكل مباشر من السؤال اللي احنا كنا بنقول اختر الصواب، فكنا برضو بنكتب له السؤال وكان برضو عندك اجابة صحيحة واجابة صحيحة، فهو برضو نفس النوع من الاسئلة تقريبا اللي هو اختيار من متعدد، وبنختار هنا مثلا مستوى الصعوبة،
وبنكتب السؤال بتاعنا هنا اللي احنا عايزينه بنفس الطريقة، ونختار الإجابة الصحيحة بنفس الشكل السابق بالضبط اللي احنا عملناه. مين اللي عملناه في السؤال اللي كان من النوع اختر الصواب؟ فاختر الصواب تقريبا بالضبط هو نفس السؤال اللي هو اختيار من متعدد. فانا في السؤال رقم 4 اللي هو اختيار متعدد كتبت اهو من وحدات اخراج الكمبيوتر، وضفت صورة، وقلت ماوس، وقلت لوحة مفاتيح، وقلت المايك. طيب ايه بقى الفرق ما بين اللي هو سؤال اختر الصواب ورقم 4 اللي هو اختيار متعدد؟ ما انت بتقول الاثنين زي بعض. لا، هو في فرق هنا ما بينهم عايزين نركز مع بعض فيه. في السؤال رقم 2 اللي هو كان اختر الصواب، انت بتختار اجابة واحدة بس صح، فالاجابة دي هتكون صح، يا الاجابة دي يا لو خمس اجابات يبقى واحدة بس منهم الصح، علشان كده قالك اختر الصواب. اما الاختيار من متعدد فانت ممكن يكون عندك اكتر من اجابة صحيحة، بمعنى ان انا ممكن اقول ان الاجابة رقم 1 صح والاجابة رقم 3 صح. سيبك من كلمة المايك دي، لو كتبت هنا مثلا ايه المصطلح باللغة الانجليزية فكتبته كده مثلا اهو، يبقى الاجابة دي صح والاجابة دي صح. فهنا في اختيار متعدد ممكن يبقى عندك اجابة صح، اجابتين صح، تلات اجابات صح، انت ممكن تختار اللي انت عايزه. وفي نفس الوقت عندنا هنا اوبشن اسمه ايه، قبول الاجابات الجزئية، بمعنى لو انا حطيت هنا علامة صح يبقى لو الطالب اختار الكيبورد بس يقبلها النظام، ولو اختار الطالب هنا اللي هو لوحة المفاتيح بس برضو يقبلها. انما لو حشري يبقى لازم الطالب عشان اجابته تبقى 100% ويحصل على الدرجة او الدرجتين اللي هي الوزن بتاع السؤال، ان انا لازم يختار الكيبورد ولازم يختار لوحة المفاتيح. فلو قلت له اختر الاجابة الجزئية لو جاوب على واحدة من الاثنين يقبلها. يبقى الاختيار المتعدد هنا اعطاني ميزتين، الاختيار المتعدد هو السؤال رقم 4 اعطاني ميزتين عن السؤال رقم 2 اللي كان هو اختر الصواب. رقم 1 ان انا ممكن اقبل الاجابات الجزئية، رقم 2 ان ممكن يبقى عندي اكتر من اجابة للسؤال، اذا كان للسؤال اكثر من اجابة يبقى كده ايه اجابة صحيحة. وبرضو بنختار هنا الاهداف اللي بيقيسها السؤال، وبعد كده ممكن نضيف سؤال جديد اللي هو السؤال رقم 5. طيب السؤال رقم 5 ده بقى خلاص انا شفنا صواب وخطأ واختر الصواب وتوصيل، وقلنا اختيار متعدد وعرفنا ايه الفرق بين الاختيار المتعدد واختر الصواب، وتعالى ناخد مع بعض بقى ايه سؤال رتب. سؤال الترتيب برضو بتختار هنا درجة السهولة بتاعته زي ما انت عايز، سهل متوسط صعب كخبير محتوى، وبتكتب سؤالك وبتبدأ تحط الايه الاجابات بتاعة السؤال بالترتيب الصحيح، وممكن تحط 3 اجابات او 4 اجابات. فانا هخترع سؤال اهو وبعد كده نجيب اجاباته. طبعا هو موضوع هو عنوان الاختبار عن الجملة الاسمية، بس انا يعني بشوف اسئلة في المجال اللي انا اقدر احطها، فمعليش احنا مش بنركز هنا على المحتوى، بنركز على ازاي نصيغ، ازاي نحط الاسئلة، وازاي ان احنا نقدر نستفيد منها. فانا قلت له وحدة تخزين البيانات الاكبر من حيث سعة تخزين الكابستي، فاكتر حاجة طبعا الترتيب الصحيح الكورس الصلب رقم 1، بعد كده الفلاشة، بعد كده السي دي. وطبعا لو انت عايز تضيف مرة تانية ممكن تضيف كده مثلا اهو، وخلي بالك ان ده بيكون الترتيب الصحيح لما الكمبيوتر بيعرضها للطالب، فبيعرضها له بشكل عشوائي ومش مرتبة. فبنما انا لما باجي اجاوب بجاوب الاجابات صحيحة، عايز الغي حاجة منها ممكن احذفها. وبعد كده برضو ممكن تقول ان هو لو مرتبهمش كلهم بنفس الترتيب تقول له قبول الاجابات الجزئية، لو لازم يرتبهم بنفس الشكل يبقى شيل دي. واتكلمنا عن قبول الاجابات الجزئية، وشوف الاهداف السلوكية اللي بتقاس هنا ايه، وبعد كده مثلا خلي عليه الدرجات اللي انت عايزها. النوع الاخير من الاسئلة عندنا هو السؤال المقالي، يبقى صواب وخطأ خلاص، واختر الصواب خلاص، وتوصيل، واختر متعدد، ورتب، وسؤال مقالي. هروح للسؤال بقى المقالي وبرضو اختار هنا مستوى الصعوبة واكتب السؤال المقالي وبحط نموذج الإجابة. سؤال المقالي هنا يا شباب ويا أساتذتنا مش بيتصحح من خلال النظام، ولكن بتحط انت هنا نموذج الإجابة او الإجابة النموذجية لو الطالب بعد الاختبار والنتيجة ما ظهرت حب يراجع النموذج الإجابة او الإجابة النموذجية لهذا السؤال المقالي. فالطالب بيحله وبيروح لأستاذ المقرر، وبعد كده بيحله أستاذ المقرر بشكل يدوي، إنما كل الخمس أسئلة السابقة كانت بتحل من قبل النظام بشكل طبيعي. فلو أنت مثلا أنا كنت مدرس مثلا بتقول له أكتب مقال عن كذا، فتقول له مثلا أكتب مقال واختار الموضوع اللي أنت عايزه له أو أي حاجة أنت عايزها، وبعد كده برضو بتختار اللي أنت عايزه وتنسق بالشكل المناسب وتحط هنا الإجابة النموذجية، وتختار مثلا طبعا الإجابة النموذجية هنا يعني نكتب أي حاجة أهو،
وبرضو ما تنساش عمليات التنسيق اللي انت بتقوم بيها بما يناسبك، واختار مثلا الحاجة اللي هو مثلا بتبقى مطلوبة، واختار عليه كام درجة. وناخد بقى مهارة جديدة كده في هذا الموضوع، ان احنا كل مرة كنا بنقول له اضف سؤال، فانا ضفت عندي كام سؤال؟ مظبوط، ضفت 6. ليه؟ عشان اجرب الست انواع، الصواب والخطأ. اختر الصواب يبقى ليه اجابة واحدة بس وليه اختيارات كتيرة. سؤال 3 التوصيل، 4 اختيار متعدد بيبقى ليه برضو اكتر من اجابة بس ممكن يبقى ليه اكتر من اختيار بس ممكن تختار اكتر من اجابة صواب. وبعد كده الرتب ترتيب، وبعد كده السؤال المقالي. طيب انا لو عايز الامتحان كله صواب وخطأ، انا عندي هنا كام سؤال؟ 6، وانا الامتحان كله صواب وخطأ، فبدل كل مرة ما اقول له اضف سؤال جديد، لو انت عايز تحذف السؤال كله من جذوره هتحذفه من هنا. يعني لو اخترت واحد وجالي بيانات السؤال وقلت له حذف يبقى انا كده حذفت السؤال. لا، انا اقول له استنسخ السؤال، نفس السؤال بالظبط انا عايز اكرره بالظبط. او سؤال مثلا، تعالى ناخد سؤال صعب زي مثلا ايه الاختيار متعدد، او هات مثلا سؤال رتب. فهنا لما جالك سؤال رتب كان فيه 4 اختيارات وكانت الاجابه دي، انا بدل ما اقعد اعمل السؤال من اوله جديد ممكن اقول له انسخ لي السؤال ده. بص كده، استنسخ السؤال، ضاف لي سؤال جديد رقم 7، نفس نوع السؤال ونفس درجة الصعوبة ونفس المحتوى ونفس التنسيق ونفس الترتيب. ممكن بقى ساعتها اروح جاي مغير فيه محتوى السؤال علشان اضيف سؤال جديد بطريقة سريعة. فلو الامتحان كان فيه رتب كتير، كان فيه صواب وخطأ كتير، انت بمجرد ما بتقول له استنسخ السؤال بيضيف لك سؤال جديد تحت بنفس التنسيق والبيانات والصور بشكل سريع وبنفس قيمة السؤال وبنفس الاهداف السلوكية. يبقى انت كده عرفت ازاي تضيف اسئله جديده وانواع الاسئله، وعرفت ازاي تحذف اي سؤال ما انتش عايزه، وبعد كده عرفت ازاي استنسخ السؤال واهميه الاستنساخ السؤال. وبكده بنكون انشأنا الاسئله في الخطوه رقم 3، ونتنقل بقى على الخطوه الاخيره اللي هي المراجعه والتسليم. وطالما كله مظبوط والاسئله كلها تمام، فتم حفظ الاختبار الخاص بك كمسوده، وانت دلوقتي في خطوه الايه؟ المراجعه والتسليم. بيقول لك والله انت عندك الاسئله بتاعتك كانوا 8، طب لو طلاب كلهم قاعدين جنب بعض بالتابلت في نفس الفصل مش عايز اقدم لهم نفس الاسئله بنفس الشكل؟ فاقول لهم ايه؟ ترتيب عشوائي للاسئله، يعني رتب لي الاسئله دي بشكل عشوائي. الثمان اسئله يروحوا لكل طالب بشكل مختلف عن التاني، والاختيارات برضو بتروح لكل طالب بشكل مختلف عن التاني. مده الاختبار ده الطالب هتختبر مثلا 80 سؤال او 30 سؤال او ايا كان في 1 ساعة و30 دقيقة. يبقى هنا ايه؟ حددت الزمن بتاع الاختبار، وهنا بيجيب لك معاينة للأسئلة والإجابة وكل بيانات. فبقول لك السؤال الأول إجابته الصح كانت دي، ونوع السؤال صواب وخطأ وكان عليه درجة واحدة وكان متوسط صعوبة. السؤال الثاني كان الإجابة بتاعته الماوس والصورة إيه ونوع السؤال، وبقول لك هذا مجرد عنصر نائب ولكن الصورة حقيقية ستظهر لمين؟ للطالب. يبقى أنت كده بتقدر تلقي نظرة سريعة. وهنا برضو الاختيار بتاعت كان بقول لك مصر إجابتها القاهرة والسعودية الرياض والإمارات، وبيدي لك معلومات عن الاختبار وبقول لك ما تقلقش ان الصور دي جايه لك بس صور كده انما تظهر لمين؟ للطالب. فلو كان خلاص الاختبار ده انت اعتمدته قول له ايه؟ انشاء، وتقدر تقول له دلوقتي العوده الى الاختبارات مره تانية. طيب انت دلوقتي خلاص خلصت وعايز تنشئ الاختبار بتاعك، قول له انشاء الاختبار. على طول بيتم انشاء الاختبار على السيستم، ولما بختار هنا في الاختبارات الالكترونية واختار الموضوعات اللي عندي بيظهر لي الاختبارات اللي انا اخترتها. فلو خدت بالك من شوية ان انا اخترت عام لان انا كنت عامل الاختبار ده عام، هلاقي هنا على طول تاريخ النشر. النشر بتاع الاختبار هيبقى فين؟ تاريخ النشر اهو 11/6، وده تاريخ النشر 8/10، وده تاريخ النشر اللي هو ايه 5/6. وطبعا الاختبار اللي احنا هنشأناه دلوقتي كمعلم انا قلت له يتنشر في ايه؟ في 16/11/2021 الساعة 8:30، وده تاريخ التسليم بتاعه وكان مكلف بيه كل من فصل ايه وبي. تعالى بقى دلوقتي كده مثلا نعمل تعديل على الاختبار، ندوس على الاسهم دي كده، وفي عندي حاجة اسمها تحرير، واقول له والله لا ده تاريخ النشر مش هيبقى في الوقت ده، امال امتى؟ هقول له الان انشر لي التاريخ دلوقتي والوقت اللي هو كان متوقع ده ما كانش هيبقى في الشهر ده خالص، ده انا عايزه يبقى في شهر ايه؟ يبقى في شهر برضو 7، واقول له ان الاختبار ده يسلم على يوم 20 اخر موعد ليه، واقول له ايه؟ العوده الى الاختبار، او اقول له الخطوه التاليه والخطوه التاليه، وطبعا بقول له ايه؟ ان انا عايزك تحفظ لي الكلام اللي انا عملته ده تحديث. يبقى انا قدرت كده اعمل انشاء ولا تحديث؟ لا، قدرت اعمل تحديث للاختبار. ازاي؟ ان انا غيرت تاريخ النشر بتاع الاختبار.
يبقى باجي هنا كده على طول. وطبعا خلي بالك ان الاختبارات هنا بتكون مرتبه زمنيا زي ما انت شايف، وبقول له ايه تحرير، وبقول له بقى رقم 2 ممكن اقول له انشاء نسخه، بفرض ان انا كنت عايز اعمل اختبار زيه بالظبط واعدل في الاسئله. فبدل ما اقعد استنسخ السؤال او اقعد اعيد الاختبار من اول وجديد، ممكن اقول له انشاء نسخه من الاختبار ده بنفس اسئلته بالظبط، وبعد كده اغير في ايه في وانا شغال اروح جاي ايه مغير في المحتوى بتاع الاختبار. فانا اقول له هنا كده مثلا اهو، واخترت الموعد خلاص، واخترت هنا مثلا يسلم يوم 22، وفي الخطوه التاليه قلت له عدد الاقصى للمحاولات، والخطوه التاليه برضو بيجيب لي معلومات المنهج بختارها، وبختار الاسئله واعدل فيها براحتي، وفي الاخر بقول له ايه انشاء الاختبار. لو قلت له العوده الى الاختبارات، لو جيت بصيت خلاص ما اتحفظ. يبقى انت ممكن تقول له كده ان انت تقول له تحرير الاختبار او انشاء نسخه من الاختبار. لا، انا عايز احذف الاختبار، ممكن احذف الايه الاختبار كله على بعضيه. عرض كطالب دي بقى جميله جدا، ان انت بتشوف الاختبار كيف سيظهر للطالب في تاريخ النشر. تعالى كده اقول له عرض كطالب، وتعالى كده وسع من هنا من علامه الزر ده كده وكبر. فبيقول لك هنا وقت الاختبار ساعه ونص، الوقت المتبقي قد ايه، وبيقول لك ان الاختبار بيكون عباره عن 8 اسئله اهو، وكل سؤال بتدوس عليه بيعرضه لك، وبيقول لك مجموع الدرجات. طب جمع الدرجات دي منين؟ انت كل سؤال كنت بتنشئه بتقول له السؤال ده بكام درجه، تمام، وبيجيب لك بقى السؤال الاول، وتقدر تقول السؤال التالي وهكذا. ولو انت ملاحظ هنا ان هو طبعا ايه كاتب لك هنا الاختيارات وازاي الطالب هيجاوب عليه، وانت بترتب طبعا بتكتب فين، بتكتب في الاماكن دي كده، ولكن انت مش كطالب فمش فاتح لك الاختبار، ولكن انت كمعلم بتستطيع ان انت تبص على الاختبار بعينيك كيف سيظهر الاختبار للطالب. طيب انا بقى كمعلم عايز اطبع الاختبار وعايز الطلاب يحلوه، يحلوا الاختبار ده في ورق، مش عايزه يتحل على النظام في سكوليرا. هروح على طول جاي من هنا واقول له معاينه طباعه الاختبار، انا عايزك توريني الاختبار هيطبع ازاي. فبيقول لك هنا ديمو سكول، طبعا اسم المدرسه بيبقى موجود، وبيبقى موجود كل بياناتها، وبيبقى مكتوب شعار المدرسه واسم الطالب والفصل، ومكتوب هنا بيانات الاختبار، وبتقدر انت كمعلم على طول تطبع الاختبار من خلال اطبع الاختبار، وممكن كمان تطبع الاختبار مع الاجابات الايه النموذجيه، على اساس لو مثلا كنت عايز ان انت، وبتقدر تقول على طول اطبع الاختبار. طيب انت هنا لو جيت بصيت على اي سؤال ممكن تقول له ايه عرض الاجابات النموذجيه. فانت لو جيت بصيت كده السؤال هو بيقول لك وحدات تخزين الاكبر حيث الساعه، هو بيقول لك الاجابه النموذجيه ده الاول وده الثاني وده الثالث. يبقى انت ممكن كمان تطبع الاختبار كطالب كده للطالب. طيب عرض الاجابات النموذجيه ده دليل اللي هو الانسر كي بتاعك كمعلم، فبتقول له اطبع الاختبار علشان كده خفلك من هنا بيانات مين؟ الطالب، لان انت مش هتمتحن طالب بالاجابات النموذجيه، ولكن انت بتكون عايز تطبع الاختبار عشان تعرضه على المشرف التربوي او رئيس القسم او المدير او الوكيل. فممكن تطبع الاختبار متجاوب، وممكن تطبع الاختبار للطالب. وبكده بنكون غطينا كل ما يتعلق بالاختبارات الالكترونيه كمعلم. وطبعا لو جيت بصيت كده انت كستودنت، لو جيت دخلت على الصفحه بتاعتك ودخلت على الاختبارات الالكترونيه واخترت المقرر اللي انت بتدرسه، بيجيب لك على طول خلي بالك انت عندك 2 اختبار، في اختبار اتعرض لك الساعة 6:30 مساء يوم 17/7 وبيقول لك ان هو ايه لم يحل. فبتقدر تضغط كده وبتقدر ان انت على طول تلاقي تفاصيل الاختبار قدامك وكل حاجة قبل ما تبدأ ان انت ايه تجاوب، وبتقول له اجب الان. خلي بالك ان الاختبار ده كمعلم من شوية عملنا ليه 6 محاولات، وبيبدأ بقى الطالب يجاوب على الاجابات اللي هو شايفها مناسبة في الاختبار بتاعه. وخلي بالك ان اختيار الترتيب ده المفروض ان انا كنت ظبطته عن كده، ولكن وظهر لحضراتكم الوقت هنا بيبدا يعد. فانا مثلا هكتب اي حاجه في اي حاجه كده واجاوب، وبعد كده نشوف ايه الدرجه اللي هتظهر لي مثلا. فانا هوقف بس كده واحل الامتحان وارجع لكم. وبعد خلاص ما جاوبت الثمان اسئله، على فكره ما جاوبتش الا سؤالين بس وسبت الباقي فاضي، فهقول له هنا ايه، هقول له تسليم الاختبار او تسليم الامتحان للمعلم. بيحذرك النظام وبيقول لك لا يزال لديك اسئله لم تحل. انت متاكد ان انت عايز توقف الاختبار على كده؟ فانا كطالب مش عايز احل الباقي. النظام بيقول لك خلاص انت متاكد، بتقول له تسليم. تعالى كده نروح لولي الامر نشوف ايه اللي هيظهر لولي الامر وايه اللي هيظهر للمعلم لما الطالب يحل الاختبار.
طبعا بيقول لك ايه ملاحظه زي ما احنا قلنا واحنا كمعلم بنحط الاختبار ان السؤال المقالي مش بتظهر لك درجته وبيتسلم للمعلم وبيصححه بشكل يدوي وبيضيف درجته بشكل يدوي داخل النظام. فبيقول لك خلي بالك لو سمحت انت السكور بتاعك كذا من كذا بس خلي بالك ان الدرجه دي ما فيهاش درجه السؤال المقالي اللي المعلم هيصححه ويقول لك عليه. فبقول له خلاص عرفت متاكد. ويلا كده نروح لولي الامر نبص كده مع بعض. انا اهو كولي امر لو دخلت على ابنائي وجبت الابن من ابنائي عندي الواجبات والاختبارات بفتح الاختبارات الالكترونية بختار المقرر اللي عايز اشوف امتحاناته بيظهر لي على طول ان في اختبار اهو وان الولد حله وفي اختبار تاني ابنك محلوش. طيب هضغط على الاختبار اللي تم حله بيجيب لي تفاصيل الاختبار وبيقول لي عدد المحاولات وبيقول لي كذا وبيقول لي درجة ابنك كانت كذا والدرجة الاجمالية من كذا ومدة الاختبار وزمنه ووقته وان هو لسه ليه 5 محاولات تانية وبنشوف كمان الاجابات اللي هو ابنك اجابها على الاختبار. يبقى انا كولي امر قدرت اشوف الولد حل ولا محلش ولو حل ايه التفاصيل كلها الخاصة بالاختبار وعدد اسئلته ومحاولاته وهكذا وبشوف ابني حل ايه صح وابني حل ايه غلط بشكل كامل. وكذلك الحال المشرف التربوي. المشرف التربوي بيروح داخل كده على المقررات وبيختار المعلم فبيروح داخل على طول برضو على الواجبات والاختبارات وبيشوف الاختبار اللي هو كان الاختبارات اللي المعلم كان حطتها وبيقدر انه على طول يبص عليها وبيقدر يعرف كل التفاصيل بتاعتها وبيقدر يشوف الاسئلة وبيقدر يشوف برضو الاجابات النموذجية على كل سؤال. وبكده بنكون غطينا موضوع الاختبارات بشكل كامل. انا كمعلم عرفت ازاي احط الاختبار وانا كمواجه تربوي عرفت ازاي ان انا ممكن اشوف الاختبار وراجعه وانا كولي امر عرفت ازاي اعرف كل ما يتعلق بابني في الواجبات والاختبارات وانا كمان كطالب قدرت ان انا احاول واجرب وحل وعرفت ازاي اقدر اشوف الاختبارات اللي هي مفروض عليا في اي مقرر واقدر احلها. اتمنى يكون الشرح مفيد ويافي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.